مشاهدي مثل الكل، مساء الخير على حضراتكم. بنرحب بيكم في لقاء جديد من القلعة المصرية، من القاهرة، من مصر. وبرحب بالزملاء الأعزاء، برحب بيك يا لانا وأحمد وخميس. أهلا بيكم جميعا، وأنتم مبسوطين طبعا قاعدين في القلعة، يعني حيث الحسن والأمان، يعني طبعا التاريخ. يمكن اليوم نشكركم حقيقة، أنتم بأن جبتونا لهذا المكان اللي حقيقة نشتم رائحة التاريخ وعبقها وتراثها. بس علينا نتحمل الشمس يعني شوية، الشمس بس هذا الموضوع، يعني بس جمال المكان. العربية كلنا عندنا جمال شمس، المكان يعدل المواضيع. يعني دليل على عراقة مصر كمان، أكيد. يعني اللي فيها كل الحضارة وبنفس الوقت جمعت التاريخ. يا أهلا وسهلا، هعزمكم على قهوة بس بعد ما نخلص بعد الحلقة. خلينا نتكلم، بما أننا أمام تحديات كثيرة، وجودنا هنا في القلعة الحصينة تذكرنا أن إحنا دائما موجودين بقوة. التحدي كبير، مش بس بيواجه دولنا العربية، بيواجه العالم كله. أزمة اقتصادية وراء أزمة، تحدي كبير خلينا نتحدث عنه اليوم في لقائنا معكم. بالتأكيد يا شافكي، الموضوع هو يهم كل بلداننا العربية، بما أنه كنا نسمع بأن تحصل أزمات عالمية، لكن هذه الأزمات كل 100 عام نسمع عن أزمة اقتصادية تمر بها بلد من البلدان، ما تمر على كل البلدان العربية أو عالمية. لكن اليوم التأثر الحاصل لبلداننا العربية بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية، إن شاء الله من خلال برنامجنا، كما هو التكاتف في برنامج بيت للكل والحراك السياسي على صعيد البلدان العربية، أيضا يكون هناك حل للأزمة الاقتصادية. يؤثر ويتأثر الاقتصاد، وبالتالي أيضا مشاهدينا هيك بنحكي بأنه الاقتصاد هو أحد دعائم الأساسية لقوة الدولة، وإحنا بنشوف كيف موازين القوة في الدول عم تتغير نتيجة تغير اقتصادها. هذا اللي خلى كل رؤساء العالم تجتمع وتفكر كيف نعمل تعاون تكاملية وتشاركية، وبالتالي في النهاية بنحكي الاقتصاد البنفيت والكوست، يعني في النهاية العلاقة ما بين الدول العالم بشكل كبير. كنت أكيد لنا معك حق يعني في اللي تفضلتي فيه، ولهيك احنا بنشوف قياداتنا في جمهورية مصر العربية وفي جمهورية العراق الشقيق وفي المملكة الأردنية الهاشمية وفي فلسطين أيضا، الإجراءات اللي بتاخذوها لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بالعالم وفي البلدان العربية.